صح أنني مريضة وتعبانة، بس كان الوضع يساعدني أكون أحسن من كذا. الحرب هذه دمرت المركز، حسيت أن حياتي توقفت وإني بموت. لم يكن هذا مجرد نص درامي، ولا هذه شخصية من وحي خيال كاتب. هذه أشجان، قصة معاناة حقيقية كانت تمت للواقع بصلة قبل أن يصدق إحساسها وتموت. وين أروح؟ من فين أجيب العلاج؟ من بيعالجني؟ ذهبت أشجان أواخر الشهر الماضي إلى مكان لن تحتاج فيه لأدوية مجددا ولا حتى إجابة لهذه التساؤلات، ولكن مئات المرضى في اليمن ما زالوا يبحثون عنها، وتحديدا هنا في مركز الأمل لعلاج السرطان بتعز بمبناه البديل والمؤقت بعد أن تدمر المركز بفعل حرب الميليشيا. هنا في هذا المكان الضيق المزدحم بعشرات المرضى، بات منظر مرضى السرطان شاحبة وجوههم وهم يتقاسمون الأسرة ويفترشون الأرض أمرا اعتياديا، خاصة مع شح الأدوية وتأخر وصولها إن لم يكن انعدامها في أحيان كثيرة بسبب استمرار الحرب وقلة الإمكانات، إضافة لعقبات كثيرة تعيق وصول المرضى للمركز كالحصار والتكاليف الباهظة للتنقل. ويصلوا إلينا ولا نجد لهم سرير، ولا نجد لهم أي، يعني ينتظرون لمدة 5 أيام 6 أيام حتى يجدوا سريرا أو حتى يفرغ أي سرير لكي يرقدوا في هذا المكان. الظروف الموجودة والمعاناة، نحن صامدون رغم الظروف والمعاناة، نقدم بكل ما نستطيع من إمكانات رغم الإمكانات الشحيحة، لكننا في الوضع الحالي نخشى أن يتوقف مركز الأمل، وبالذات في ظل الوضع الحالي. مرض فتاك ينهش أجسادهم، يضاعف من آلامه عجز المنظومة الصحية المنهارة في مدينة تعاني الحرب والخذلان.